طيب صوفيا، لو حد بقى في الحلم شاف نفسه ان هو بيسوق العربية دي، او حد شاف لحد ان هو بيسوق عربية في الحلم، طيب لو الراجل شاف ان عربيته حد بيسوقها له خيانة زوجية. ايه ده؟ خيانة زوجية، فلينتبه، خصوصا لو كانت مراته قاعدة جنب السواق ده، او لو هي مش قاعدة يبقى هو ينتوي ان يخونه في زوجته او يخونه في ماله، لان السيارة دي تندرج تحت المرأة والمال. دي حياتي الخاصة اللي ما ينفعش حد يدخلها، حد يخش عليا معنى كده ان لا، ده وارد مرفوض. طيب لو حد حلم انه في حد بيحط له حاجة في شنطة العربية من غير ما يعرف، برضو خيانة وغدر، بس لو الحاجة حلوة يبقى في مفاجأة طيبة او في خبر سعيد جاي في السكة ليكي. يعني حد حطت لك، بلاش الورد، الورد وحش. محدش يفرح بالورد في المنام ابدا. تمام. بصي، لو حط الياس، عارفة الياس ده اللي هو نوع من انواع الزهور، او اللي هو عارفة الطويل ده، اي حاجة بتدوم وبتقعد وتعيش حلوة 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 قوي. حط له مثلا سمك، حط له مش عارف ايه، حاجات كده فيها طعام، حط له عسل، حط له عسل ده بشرة بالشفاء. حلو. تمام. حط له تورتاية، مش عارف ايه، مناسبة حلوة. حلو. ولكن حط له حاجة انت يعني ما تحبهاش او مش عارفاها. لا، مش عارفة. عارفاها دي وحشة، مش عارفاها دي، الله اعلم بالنيات. احنا ما نعرفش بقى نيتك ايه، بس تبصي على الراجل بقى اللي حط لك، هل هو على صلاح ولا على غير صلاح، من خلاله تعرفي ايه اللي ممكن يحطه.